الاخوان كيفما كتشوفوا معنا، هاد الشباب هادو جابوا هاد التراكتور يعني القديم، ماركه قديمه بزاف، وغادي يديروا له اعاده الاصلاح، يعني غادي ينطيوه يولي جديد، يعني يولي جديد كانه خرج من لا ميزون. يعني الحاجه اللي غادي تبدل تبدل يبدلوها، اللي غادي تنظف ينظفوها. فشوفوا معنا الاخوان يعني كيفاش يعني غادي يديروا لهاد الستون هذا. وصراحه عطى الله الصحه يعني الاخوان هاد المعلميه هادو، الاخوان يعني كيحاولوا يفركوا دابا يعني اجزاء التراكتور، حيت كيف تحلوا الكارتيرات حيدوا يعني الاخوان الكابليات مولوله، وكذلك يعني كيحيدوا الكيدون. فماركه قديمه الاخوان، طراز قديم، وكيبان باقي نقي شي شويه ما مكرفش بزاف الاخوان. يعني هذا واقيلا كان في شي كراج ولا في شي حاجه. ومحلول الموتور الاخوان دابا كيقلبوا يعني الموتور، كيقلبوا الزيت واش مازال خدام ما خدامش، امارش ماشي امارش، حلوا البواجه الاخوان. يعني الاخوان هذا هو الفيديو الاول من نوعه، يعني اللي كيدوز في الصفحه كنشوفوا يعني الاجزاء او الطريقه يعني كيفاش ديروا اعاده الاصلاح ديال لي تراكتور يعني الخاسرين او القدام. وتحيه العشاق يعني اعاده اصلاح هذه الجرارات، وتحيه للميكانيكا الاخوان، الميكانيك المعلميه الحريفيه اللي كيصاغبوا لي تراكتور وجميع يعني السيارات وكاع الحاجه اللي عندها محرك. شوفوا معنا الاخوان يعني وصلوا يعني لهاد في الفيدونج كير موسخ. هذا هو الموتور ديال الاخوان، الموتور حلوف تبارك الله، كله حديد قدو قداش الاخوان. يعني باش تفتح تراكتور كله من ازيرو وتبداه من ازيرو يعني وتنطيه دوزو ناضي، خدمه بزاف الاخوان، يعني هذا المجهود والعمل جبار الاخوان، كيحتاج بزاف الصبر، تكون متمرس الاخوان، تكون يعني فاهم هاد شنو اللي خاسر، الكياس اللي خاسره اللي ما خاسراش. صراحه الاخوان هادشي فيه تمارة وكيشد الوقت. مازال الاخوان كيحلوا يعني في هاد البواطه هادي ولا هاد الوسطاني ديال التراكتور اللي كيكون وسط الموتور واقيلا، فصلوها ديك البلاصه الملاقيه فيها، في كي كتلاقاو يعني الروايد ديال القدام مع اللور. هما فتحوا الاخوان تا هادي، ما عرفتش هي دي الصراحه ما عرفتهاش. المهم لي ميكانيكا الاخوان هما اللي غادي يعرفوا هاد الستون شنو كيديروا دابا في داك كيفتحوا، مازال كيفتحوا الاخوان في هاد التراكتور. الغريب والعجيب في الامر الاخوان في هاد التراكتور هو انه يعني كله فيزات، كلهم بزاف في الحديد بزاف. دابا هو اخوان جبد لامول الاخوان يعني وكيحك يعني هاد التراكتور وكيغسل يعني الاجزاء ديال المحرك، وبدا دابا كيصبغهم. هادي ما عرفتش شنو هي الاخوان، هادي واش كاردا واش كيلصق فيها شي حاجه، الله اعلم، هادي ما عرفتش شنو هي. وما تشي في شكلها الاخوان، انا اول مره كنشوف هاد الستون هذا. وفيديو الاخوان يعني مشيق ممتاز، يستاهل بزاف ديال لي لايك والبارطاج الاخوان، بارطاجيو معكم الاخوان باش تزيدوا تشجعوني نجيب لكم فيديوهات احسن من هادو، وديما الجديد الاخوان يعني في الفيديوهات. هادو لي بيستون الاخوان، بيستون هذا قريب للموتور الاخوان يعني الحمد لله كيعاودوا المونطيوها الاخوان دابا، كيردوا يعني كل بياسر لبلاصتها من بعد ما نظفوهم. شوفوا معنا لي بياس القطع ديالو كيولاو جداد الاخوان، ناضيين دازوهم ناضيين. والصراحه الاخوان لهلا يخط يعني النقا والحاجه، يعني فاش كتكون يعني بوري وكتكون يعني مدقدقه وما خداماش، يعني من بعد ما كتصلح كتولي عندها واحد يعني الواجهه اخرى وواحد الشكل اخر، وكترجع فيها الروح والحياه الاخوان. فتحيه لهاد الناس يعني اللي كيعاودوا يرجعوا الروح والحياه بحال هاد لي تراكتور القدام، طوموبيلات المطر. تحيه للعشاق يعني اصلاح الحديد بجميع الاشكال ديالو. شنو كيقد هنا الاخوان، بس الواجهه هادي شتها
كيزير داك البواج ديال الاخوان. الاخوان صراحه انا خصي يكون العقل ديال اينشتاين باش عقل هادشي كامل، وكل بياسه فين جات في بلاصتها وتزيرها بواحد العبار. بزاف هاد الاخوان هادشي والله العظيم بزاف. واش شنو هو الاخوان يعني راه خطر يعني اصعب ما كاين يعني. الاخوان في عاده اصلاح يعني الماطر وهذا الشيء يعني كيعطيهم صليه كينطيهم كيزير الكرو الاخوان الكروات بولونات. جبد هاد اللعيبه الصغيره ما شنو هي ديال الاخوان صراحه ما عرفتهاش. الناس صحاب يعني الميكانيك يقولوا لنا شنو هاد اللعيبه الاخوان، عندي ما عرفتش شنو هي صراحه واش كتصلاح شنو الدور ديالها يعني في المحرك. كينقيها كينظفها الاخوان حلها كامله كينظفها وكيعاود كيسدو لها داك يعني داك السلوكه كيحكها. ناضي صراحه الاخوان يعني خدمة نقية الصراحة. كيغسلها في ديك الزيت كيغسلها بالتيد. شوفو معنا كيخرجو البيس البيس خرج كيشعل ناضي. شوفو معنا كيولات يعني ولات جديدة. يعني صراحة تعدات هاد الناس لأنو بحال الهواية زعما ديال إعادة إصلاح المواطر هواية يعني فيها موت على الإخوان وفيها يعني شو الإخوان كيستو ما رجلو. هذه شي حاجة مهمة في الموتور الإخوان ما عرفش شنو هي الصراحة. الديمارور واقيلا الله أعلم. الديمارور أنا قلت واقيلا الديمارور الإخوان تقول كي ديماري الموتور والله أعلم. ناس صحاب لي ميكانيك يقولوا لنا عفاك شنو هي ديك اللعيبة هما ربطوا يعني الأجزاء ربطوا هاد الجزء يعني ديال اليمن الرواده اللي في اليمن مع الجزء اللي في اليسر مع الوسط تما فين كيتلاقاو يعني دوك الكاردة اللي كتدور يعني الروايد ديال اللور. وصراحة الاخوان هادشي يعني اعادة اصلاح الموتور ديال التراكتور ماشي هو ديال الطوموبيل الموتور. يعني التراكتور فيه البياس بزاف الحديد بزاف فيه داكشي معقد. شوفوا معنا شو شنو كيصاوب تما اخوان في ديك لابواطا فيتاس وقيله هادي لابواطا فيتاس تاهي حلها الاخوان. اجبد دوك المسننات اللي وسطها ولا كيفاش والله الا جبدهم ويلي عفرك حبو هاد مساخيط هادشي والله الا مساخيط. ها كاين حتى بياسه فيه ما خلاها صحيحه كل عفرك حبو كامل. ناري 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 بزاف. هو كيحك الاخوان هاد القطعة ديال الحديد يعني اللي كانت وسط هاديك مسننات عرفت شنو هي دي الصراحة بواطا فيتاس واقيلا الله اعلم. انا قلت ما عرفتش كيوصلها بهاد الزيت وهاد الماء يعني كينطوي يعني الحديد. شوفو معنا الاخوان يعني هادشي كي كيخرج تحلف عليه جديد مشري جديد قرطا كيخرج. هو كيعاود كيركب هاد البواطا فيتاس واقيلا على ما اظن بواطا فيتاس كيرجع ديك لي ترانزيستور دوك المسننات كل حاجه بلاصتها. ناري هادشي بزاف الاخوان الشكل في العكري والله ما فهمت شي لعبه انا. والله ما فهمت شي لعبه شي قلت لكم الاخوان ماشي خصو يكون عندكم عقل اينشتاين مش عاد تفتحوا هاد العجيب هذا. هاد لي هرمات كي ديال هادشي وعلامه التراكتور هذا والله تعالى طيرنا الاخوان صافي. هو نضا هاد البواطا الاخوان سلاها غادي يسدها دابا. وصراحة خدمة يعني خدمة هادي وفيها تمارة نضا التراكتور. تحية لكم الاخوان.